обзор, not secret. Дайте за verification. بصراحة في السائل والمادة الاثنين مع بعض، ما السائل من غير المادة؟ بعينيني ولا ما بعينيني؟ ما انتك مش هي ممكن ما مش بالنسبة لي. خلاص؟ يعني انا جيتك تقريبا سنكاسل بعض عصير. ده نشوف الكونسنتريشن بتاع العصير في الكاسه دي، انا جبت الكونسنتريشن وبعد ذلك ضيعت العصير، ده ما في مانع لانه الكونسنتريشن بداية انا شفتها خلاص موجود. The substance which is freely filtered that is not reabsorbed that is not secreted this is called the verification. تصحي معاك التعريف وتخيل الحكايه كويس جدا وبعد الحكايه حاصل كده. حاصل كده يعني شو؟ يعني السائل ماشي في المكان اللي انا عاوز ادوسه ومحتوي على الماده في ذات الوقت. السائل مالو؟ ماشي في التراب اللي انا عاوز انا ابغى اغير شنو وفي ذات الوقت محتوي على هي شنو او مكون محتوي على الماده اللي هي ما ماشي في التراب انا ما عندي فرح. انتصاب السنسفريلي في الكلام. It's not reabsorbed. It's not secreted. That is for the measurement of the verification. The gold standard is in your hands. The gold standard يعني حاجة إنسانية. Gold standard. This is the gold standard يعني ما في أحسن من كده. ما في لأن الجولد ستاندرد معناته ما في بعد كده خلاص يحسن حاجة. The gold standard for the measurement of the gear arm is in your hands. لكن أنا من الكلينيكال براكتس بنستخدم الكرياتين اللي نشبهها الكرياتين الكرياتس. وان كان بيحصل له اصلاح شنو؟ ليش انا كنت بطلع عنه؟ بعد ذاك وريت لك الستيج بتاعت الكي اف ار على حسب الكرياتين الكليرنس. الستيج فار عباره عن ان ستيج رين الفيلر موضوع الاستخدام بتاعكم يعني بتعلم بهذه المسائل. ان ستيج رين الديزيز لما يكون اللايف اوف ذا بيشنت كان موجود في الريزيرف داون دايلسيس اور For the measurement of renal plasma flow, the concept of clearance is the same. لكن the properties of the substance, that the substance is free filter. It is completely secreted. استفدنا من ال complete secretion دخلنا ال concept بتاع ال secreted transport maximum في أستاذ الكلام. لأننا امبارح اتكلمنا عن شنو ها؟ الري ابسوربشن ترانسبورت ماكسيم دخلنا كونسيبت الان بتاع السكريت ترانسبورت ماكسيم اثناء الكلام قلت لك تفرق كويس جدا بين الترانسبورت ماكسيم وبين الريور سكريت. بالنسبه للجلوكوز الترانسبورت ماكسيم انا كويس جدا عباره عن كميه الجلوكوز الواصله للهيومن بتاع البروكسيمال تيوبيول في وحده زمنيه ولتكن دقيقه بحيث انه الطاقه الاستيعابيه بتاعت الكليه تكون ثابته. طيب على الترانسبورت ماكس هي ابسوربشن ترانسبورت ماكس بالنسبه للجلوكوز ذا اماونت خلي بالك الترانسبورت ماكسيمم كميه محسوبه منسوبه الى نسبه لها وحده زمنيه لازم ما هو يوم كميه ولا كونسنتريشن لا انما كميه منسوبه لوحده هي شنو ها؟ وحده زمنية. That is the transport maximum. The amount of glucose that is delivered to the proximal tubular lumen each minute of time at which the carrier system is fully set up. Renal threshold هي عبارة عن الكاميرا الحالية اللي بتوريني الأوضاع اللي حاصلة في proximal tubular. The concentration of glucose in the blood at which the carrier system is fully saturated من ناحيه براكتيكال. براكتيكال موجود حقيقه الكلام واضح لكن بالنسبه لك انت من ناحيه براكتيكال هو هكذا. الحقيقه الكلام واضح. The renal threshold is the concentration of glucose in the plasma at which the carrier system capacity is exceeded and glucose now starts accumulating. هبتدي الان في هذه اللحظه من ناحيه براكتيكال من ناحيه عمليه نفس الكلام. The secretory transport maximum
is the amount of muscle distance that is reaching the proximal tubule, for example, the mechanical has before secretion. And the carrier system would be able to induce complete secretion of a substance. كمية المادة الواصلة للتيوبلر نيومن بحيث انه الكارير الموجود يمديه يعمل لها هنا اشتهار. دي آلية أساسية عند الكلام في التخلص من المواد السبستنسز. بس موضح لك بطريقة كمان يعني عملية جدا. في الحرب العالمية الثانية البنسلين كان مكتشف حديثا. البنسلين بعد يوم اكتشف سنة 1924. يعني بعد حوالي 20 سنة في الحرب العالمية الثانية البنسلين كان جديد. وكان في نقصان شديد جدا في الكيمياء بعد البنسلين للعساكر ما كان كفاية. ويضطروا ينقصوا لهم المبيعات. ينقصوا الدوزز. وقاموا جابوا مادة هي والبنسلين بتصارعوا في هذا المكان. يجيبوا في زوية وعلى العساكر ما جابوا مادة هي والبنسلين بتصارعوا في هذا المكان. البنسلين لما نيجي هنا بيبتدي يحصل له هنا شنو ها؟ سكريشن ويطلع في الدم. وبالتالي لما نرجع الكونسنتريشن بتاعه في الدم بيكون بارود. صفيت. بيكون مهين. عاصفة يعني ما ممكن السكريشن يعني بيبتدي هنا شنو ها؟ بيبتدي يجي يعني لحد ما يحصل له يعني الان تعرض الكومبليت سكريشن في دورة واحدة بس حسيت عليه. في دقيقة واحدة بس. ده كله في دقيقة واحدة. لا ناقص شوية شوية. بالتالي بيضطروا يزيدوا العدد بتاع شنو ها؟ فقاموا جابوا مادة بيحصل لها سكريشن في نفس المكان هنا بتتنافس معه في نفس الكارير. والمادة دي هي عبارة عن بارا وين هيبوريك اسيد مثلا. احنا هي نفسه بيحصل لها سكريشن هنا وبالتالي بخلي الكونسنتريشن بتاع البنسلين مالو وينقص العدد بتاع الفرعات ويكفي البنسلين المتيح بتاع سكريشن. السكريت ترانسبورت ماكسيموم قضية مالها قضية مهمة جدا بالنسبة للكلام. عندها نفس التعريف. كمية المادة الواصلة هنا على الكارير بحيث ان المادة كلها المفروض يحصل لها هنا شنو ها؟ سكريشن. وبرضه حيكون عندها هنا سكريشن. اللي هو زي اللي ابطش الترانسبورت ماكسيموم برضه عندها شنو ها؟ عندها سكريشن. يبقى عشان ميجرمنت اوف انر بلازما فلو ده سبستنس سكرين فيلتر صحيح؟ سبستنس از كومبليت سكريتد هذا صحيح؟ لأن سبستنس هنا شنو ها؟ از نوت ريال. في important applications of clearance هي عبارة عن شو ها؟ عبارة عن measurement of clearance rejection rate و measurement of clearance transcription. الكلام اللي كنت بقول فيه جوا كله ولا التفاصيل الدقيقة دي هي دي الاستيعاب واللي عندهم فيكم انترست في المستقبل كنت عن الفيزيولوجي يعني بيهتموا فيها. لكن النقاط الأخيرة اللي قلت عليك دي النقاط اللي أنت بتحتاج لها في حياتك العملية تكون فاهمها كويس جدا. ها؟ طيب ليكم خمس دقائق هذا هو الموضوع الأخير بتاع التكست مع المشكلة، ياخذ المشكلة